الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، نعزي الإمام صاحب الأمر والزمان ومراجع الدين العظام وأتباع أهل البيت عليهم السلام بذكرى استشهاد الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه وعلى آبائه التحية والسلام، يوم 8 من شهر ربيع الأول لعام 260 للهجرة، كان يوما كئيبا في مدينة سامراء حيث انتشر نبأ استشهاد الإمام العسكري صلوات الله عليه وهو في عنفوان شبابه، فعطلت الأسواق وغلقت الدكاكين وسارع العامة والخاصة من الناس مهرعين إلى بيت الإمام صلوات الله عليه يبكون، وشبه المؤرخون ذلك اليوم الحزين بيوم القيامة، فقد أطلقت الجموع المحرومة التي كانت تكتم حبها واحترامها للإمام عليه السلام خشية بطش الطغاة، أطلقت العنان لعواطفها الجياشة، وقد رحل عنهم إمامهم وهو لم يتجاوز 28 من عمره الشريف، وكان قد كابد المحن والشدائد وقضى شطرا من عمره في سجن المعتمد العباسي الذي كان يسعى جاهدا في التخلص من الإمام عليه السلام، حتى سمى وعلى إثر ذلك السم قضى الإمام العسكري نحبه والتحق بالرفيق الأعلى مسموما مظلوما شهيدا، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.